أورد موقع Global Firepower المختص بالشأن العسكري للدول تصنيفه لعام 2022، ويقيم الموقع القوات الجوية للدول من امتلاك عدد الطائرات، وهو لا يعني بالضرورة التفوق في الجو، بل هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بالاعتبار في حال تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات. وتقوم القوات الجوية بعمليات الإسناد بالإمدادات للقوات البرية، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ وإخلاء الجرحى عن طريق الجو، ونقل القوات المحمولة جواً إلى منطقة الهدف، والقيام بعمليات استخباراتية. وفي هذا المقطع سنذكر لكم أفضل 8 قوات جوية عربية لعام 2022. قبل البدء ادعمنا بتسجيل الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي يصلك كل جديد. حلت المغرب في المرتبة 8 عربياً والمرتبة 39 عالمياً بعدد طائرات بلغ 249 طائرة حربية، منها 83 مقاتلة، ولا تمتلك أي طائرات هجومية، ولها 29 طائرة نقل و67 طائرة تدريب و4 طائرات مهمات خاصة وطائرة تزويد وقود و64 مروحية متنوعة، ولا يمتلك أي مروحية هجومية، وفيها 62 مطاراً صالحاً للخدمة. ومن أبرز المقاتلات التي تمتلكها المغرب F-16 Fighting Falcon. وحلت الأردن في المرتبة 7 عربياً والمرتبة 38 عالمياً بعدد طائرات بلغ 255 طائرة حربية، منها 44 مقاتلة و4 طائرات هجومية و13 طائرة نقل و56 طائرة تدريب و5 طائرات مهمات خاصة، ولا يمتلك أي طائرة تزويد وقود، و133 مروحية متنوعة و44 مروحية هجومية، وفيها 18 مطاراً صالحاً للخدمة. ومن أبرز الطائرات التي تمتلكها الأردن F-16 Fighting Falcon. وحلت العراق في المرتبة 6 عربياً والمرتبة 32 عالمياً بعدد طائرات بلغ 361 طائرة حربية، منها 26 مقاتلة و33 طائرة هجومية و16 طائرة نقل و112 طائرة تدريب و21 طائرة مهمات خاصة، ولا يمتلك أي طائرة تزويد وقود، و164 مروحية متنوعة و40 مروحية هجومية، وفيها 200 مطار صالح للخدمة. ومن أبرز الطائرات التي تمتلكها العراق F-16 Fighting Falcon ومروحيات من طراز AH-1 سوبر كوبرا. وحلت سوريا في المرتبة 5 عربياً والمرتبة 28 عالمياً بعدد طائرات بلغ 452 طائرة حربية، منها 208 مقاتلة و18 طائرة هجومية و5 طائرات نقل و67 طائرة تدريب، ولا تمتلك طائرات مهمات خاصة، ولا تمتلك أي طائرة تزويد وقود، وبها 154 مروحية متنوعة و27 مروحية هجومية، وفيها 90 مطاراً صالحاً للخدمة. ومن أبرز الطائرات التي تمتلكها سوريا MiG-29 وMiG-25 ومروحية MiLMi-24. وجاءت الجزائر في المرتبة 4 عربياً والمرتبة 21 عالمياً بعدد طائرات بلغ 552 طائرة حربية، منها 300 مقاتلة و22 طائرة هجومية و58 طائرة نقل و87 طائرة تدريب و9 طائرات مهمات خاصة و5 طائرات تزويد وقود و268 مروحية متنوعة و45 مروحية هجومية، وفيها 149 مطاراً صالحاً للخدمة. ومن أبرز الطائرات التي تمتلكها الجزائر SU-30 وMiG-25 وMiG-29 ومروحيات Mi-24 Mi-28. ويذكر أن هناك 18 طائرة SU-35 تحت الطلب. وجاءت الإمارات في المرتبة 3 عربياً والمرتبة 20 عالمياً بعدد طائرات بلغ 554 طائرة حربية، منها 100 مقاتلة و20 طائرة هجومية و39 طائرة نقل
146 طائرة تدريب و23 طائرة مهمات خاصة وثلاث طائرات تزويد وقود و223 مروحية متنوعة و30 مروحية هجومية، وفيها 43 مطاراً صالحاً للخدمة. ومن أبرز الطائرات التي تمتلكها الإمارات F-16A وميراج 2000. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربياً والمرتبة الثانية عشرة عالمياً بعدد طائرات بلغ 897 طائرة حربية، منها 283 مقاتلة و81 طائرة هجومية و49 طائرة نقل و190 طائرة تدريب و14 طائرة مهمات خاصة و22 طائرة تزويد وقود و258 مروحية متنوعة و34 مروحية هجومية، وبها 214 مطاراً صالحاً للخدمة. ومن أبرز الطائرات التي تمتلكها المملكة F-15 إيغل ويورو فايتر تايفون وF-15 سلام إيغل وطائرات تيرنيدو البريطانية ومروحيات AH-64 أباتشي. وفي المرتبة الأولى عربياً جاءت القوات الجوية المصرية، واحتلت أيضاً المرتبة الثامنة عالمياً بعدد طائرات بلغ 1062 طائرة حربية، منها 250 مقاتلة و93 طائرة هجومية و59 طائرة نقل و341 طائرة تدريب و11 طائرة مهمات خاصة، ولا تمتلك أي طائرة تزويد وقود و313 مروحية متنوعة و91 مروحية هجومية، وتمتلك 83 مطاراً صالحاً للخدمة. ومن أبرز الطائرات في مصر MiG-29 ومقاتلات رافال وميراج 2000 وF-16 فايتينج فالكون ومروحيات AH-64 أباتشي، وهناك 27 طائرة سو-35 تحت الطلب.